بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، وارزقنا اللهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. وبعد، وبرامج كي نتهنا ينوعها تعلم القرآن حفظا وتفسيره برو القرآن كا آخر سكيسه يا أحكام سي ترتيل كيسه أيها الله صعوده تفسير كقرآن كما معاني ده ودرسي أفراد سورة البقرة صفادة سدهات وقبل أبنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إن سيدا النظام كي نوعها مركو روان آخرين إياه كدبنا أحكامتي معلومات كي تلمامنا كدبنا تفسير كي لغبضة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ملحوظ وحكو بالله بيا الوقف والابتداء ميلها لو استاوي لغا بالله مثالهم أيضا وهو رئيسة إن دتك ولا بقي بدنا هوغا نفت وي نبتا لما ينقف سنين أما ونفع قبام با دنا وحاويان إلهي بأفمات سي نفت وي كتو برتين وي ديرين كرا
waxaan ku bilaabayaa aayadda hore. Dadka neeftoodii caadi ay tahay dheerayn kara meeshay ku istaagayaan, dhahaba allahu binuurin bay ku istaagayaan. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله أكبر ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أما ذاتك النفط عرفتها ما حوله كيستاغن. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وسده وقف مكة. أما الصم وإذ وقف يد عادي. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما كصيبي دتك عالقة يجعلون أصابعهم في آذانهم هكو استعجل. هو هقعت عند دتك عالقة النفط كتبرت دتك كلنا وبرق هكو استعجل فيه ظلمات هكصب باللبن يجعلون أصاب في آذانهم هكو استعجل يجعلون هكب باللبن ساقط ما يسترن مكة. دتك عالقة كديكو أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ذاتك عادي أنا. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هذه نافق هو قبطه وذاتك نافتها قابل فيه ظلمات قبل أمر فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وأسفنا. أما يكاد البرق إن وقفت ذو الدرس أنت هاي أبصارهم يقاموا يأبصارهم وأنت داروين يا أيها الناس هل نفكر لك هذه أين كوسور تجلين إن أعبدوا أتكسوا بالله بس ساسا كوفي عن معنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي هدي لك بالله بالحصيل ويان وغير ولك أبوي. أما الذي جعل لكم الأرض فراشا ذاتك وغير نفتري بيسبنا وأنزلها كو استاغن وأنزلها كبالله ذاتك لنا ما آه كو استاغن. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل كصب الله أما ذاتك كلا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل كصب الله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنت كلام عادي. وإن كنتم فاتوا بسورة على الوستاقية فاتوا ولا قبل الله بيا فاتوا مركة قبل الله وادعوا شهداءكم من دون الله دات كوستاقية وادعوا قبل الله ساقول لما يسر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة
fa tu markaad ka bilowdo waad dhamayn kartaa. Dadkii neefta ay u fiican tahay way dhamayn karaan oo hal neef kale ka dhigeen. Dad kale wadu shuhadaaku min duni la markaad ku istaagtid wadu ka bilow. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah. Hadda neef uu qabato. Hadda dhamayso waa sidii la rabay. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أما فإن لم تفعل هذا النفط يكسب بسيسو فاتقوا النار كوستك فاتقوا كبيلو مركا هذه كلا أول حجارة قارسين ضد ما قارسين كرايه ونفط ويوفي عندها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. انت سوى اخرسك يوقوف مهم جدا معلومات كدرسك سورة البقرة صفات سدهات ويان ايدها درسك ان بيج كان سدهات وسديد ايدو درسك يا كهري او بيج كهري ان الذين كفروا وكويتم ايدو صح وسنو xuruufaha qur'aan beej kani waa 553 weeyaan qofkii akhriyana waa 553 ajar buu leeyahay oo hal mar akhriyay inta ajar aad ku eliso marka ajarka waxa way waa sidaasi waxa waajibka in lagu baraarugo waajibka in lagu baraarugo loo baahan yahay waxa weeyaan muduuda qadarka inaan ilaalino dad badan baa lagu haystay jaaiska lama yaani jiidin haddii qofka qasriga uusan sheekh ku dul akhriyin oo uusan jaasi ka soo qaadanin axkaamti ka ratimaysayna uusan fahansanayn uusan laba jiidin جائز أربعة أو خمسة ويان فلما أقوى جائز وفي أقوى جائز وين كلما أضاوى جائز وين وإذا أظلم وجائز يا أيها الناس وانكوسو قريو أنت أدى درسين كتفتي بيتك واجب كان إلا لي أضاءت وين وأفر من السماء أضاء إبناء إماء شهداءكم هل إلا لي مدودة سقدر كذي وهلا مهم كان لغو برارغو واجب كا وها ويان وهلا إن لويني لو بهايا إن لويني تفخيم استو قادة قرت إس أسمي رخوض أسمي استو قادة 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 هدين قادة نار نار هدين أضاءت أضاءت هدين يبصي يبصي هدين سي صم صو سم هدين سو كصيب كصو صاد كان ظلمات ظو ظلمات ظار وبرق شاد ويني وبرق هدين وبرق أصابعهم أصابعهم هدين سين أصابعهم من الص من الص من الس من الص من الصواعق حذر حذا حذر محيط بطول طويل أظلم ظال أظلم هدين أظلم أظلم قاموا قاموا هدين قا قا الله أبا الله ولو شاء الله أبا إذن كان راين الله سوق هذه يستهزئ بهم ولو شاء الله أبا صارهم في راشا وينين مهم وين إن فهم في راشا فأخرج فأ فأخرج الثمرات ثمرات ريب را ريب بصورة صادقين النار والحجارة وتسوين وهكو يقضب كتف تخليص المفهم من المراقب حرف كوين حرف جر درس نقدين لك لا إلاليو ومهم وتارا وتا وطا يا لدي وطا وتركم وتراكهم وتراكهم أي هكو كاسو 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 كاف كنو كرع وراع وراء وراء واو كنو كرع وراع وراع دون أصو أصو هذا يسنك ويناني حذر حضر يسنك أما هذا را ذلك هذه ليس الرادي هذه ليس هذا حذر حذر الموت وأبى أ وأبى صارهم فأخرج فأ فأخرج الثمرات أي قال قرض اللي لعلنا مش كجرتا وانكوسو قري يوبا صيرون يوبا 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 يسنك با كوريك يوبا يوب يوب صيرون صي صاد كنا إلى لي وعلى أب 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 صارم قلقلة فلا تج تجعلوا على عب عب عبدنا ود ود ودعوا مراعاة زمنة الحروف زمنة الحروف مهم جدا تدمر الوحدة
استو سين زمن سين زمن رمي استلان سين استوقد حول الموت يخطف خاض الظلم أظلم هلين أظلم الظلم والسماء سينك فأخرج واي الثمر فاض رزق زاد رزقا هلين رزقا لكم في ريب نزلنا من مثله تفعلوا كو زمك ناقص كان هو بين يده يرجعون هذا ويني بين يده نسي هدين يرجعون ورع عينك بين ورع دون هدين ورع وبرق هدين وبرق بسمعهم اعبدوا اعبدوا هدين اعبدوا اي الذي لامك لعلكم لامك الارض رمز الشجرين الارض من دون الله فان من دون الله الله يدي يرى او لام كده بين السين فان لم للكافرين لام يدوين احكام تنوع سوكل وين الى لسه ما زعم دون تمرك ميل دحان كان مجوس ان غارنو وان جوجينينا ما هي لا اركو انه توصل ربع حتى احكامتي اد ما هي فهم زنيد ان بناك لو سو دغو لو سو سارو وي مر قف ولا كو ديدالو هل مر ايام كو دول مريا احكامت ان شيء اختلاساتك مثالهم اختلاس كيلال مثلهم هذين مثلهم كمثل الذي مثالهم سد هرب مثالهم كمثالهم تموج مثالهم كمثال الذي استو سينجي كمثال الذي استوقد نارا فلما أضاء ونزل أضاءت ما حوله هذين حوله فلما أضاء كسب الله ذهب الله بنورهم وتركهم اختلاس ذهب اختلاس ذهب هذين وتركهم تمام الحركات في ظلمات لا صي يبصرون صم وضم الرجاوي ضم الرجاوي كاي معنى انت بدن حرف ريبان او غدن حرف مركو ريب حرف عفوا حرف شدن او غدن انت شو كاي معنى انت بدن حرف شدن او غدن حرف شدن لو حرف وين حرف كشدن ولا حرف ما حرف كود ريبان حرف لبعض مش شغلين حرف كود ما دام ريبان افك عادي هنقضوا حصاد دومين صوت من هذا كو هذا ميت كقول مركز سوكر بشما صوت دوبي مركز صوت دوبي سنتي وعشو مركز صم وكير ربنا ميم كير ربنا صم كي قول ناوين وكا اللهم الرجاء صم وهذه دنا صم ميم كور ربنا بشما انا سوكر دو حرف ربنا وحال ربا ساكن وحلو يري بحمنا هاد قنادان يسن سوكر ويسن رقاقين صم بكم عمي فهم صمم وإقلاب بكم عمي وإظهار عمي فهو إخفاء يرجعون بين يدي الآلي كصيب رخاو ذي الآلي كصيب يادوا نبران وإلا ذو لقبو ديا صعدنا على سيناء من السماء سينك فيه ظلمات ورعد عنك وبرق هذا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواع صادك رخاو ذي من الصو من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم بين وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا ايها يا ذا الخلق والا ذا وان لغبوده يا ايها الناس اعبدوا عينك يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واليه لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء سينكا ماء فأخرج به من الثمرات ثالثا رزقا هي رزقا زاد
لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تع بين يدا، وإن كنتم في ري 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 يدا في خذ في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله رخوذ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والحجارة أعدت للكافرين. آخر سكو أنت أسواها رجينا إن تطبيقين دون دان وعرفك الكتاب بري دون دان دروس دان أساسي ويان دروس تقدم مثل جزء أو كلا دان قارنو وإن الله صعبا بإذن الله تعالى تفسير كسينا للسعوسية إن حفظ سكينا لبضياء إن تفسيرك إن شاء الله تعالى أساقنا إن فيديو قارن كاردي قيا مادما دروس أحكام تيدي بضانتها تفسيرك نفتي الشيكي سي بضانتها وقام مركم حاسي إلغي سي وقت إلي رأينو قادنين وقف يسون كعجسين لبان كاردي قوان درسي كان كريا كوكا إن شاء الله ونسكو دي دونام هاي لي إن تسألوين كإلهي وبحيي بهوغاي روح وبحييهن إن لفافاهيو. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، قلاد مركم من هل سهل تفسيركم وانكسو دبا دريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.